اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني كيسولوني على حساب القانون ديال الكونترادات مع ديال الفيزات وباغي يجيو لايطاليا وباغيين يدفعوا وكيسولوا انت غادي يكون القانون. المهم الاخوان انا جيت باش غادي نقول لكم انت غادي يكون ان شاء الله القانون وغادي نوريكم واحد الطريقه باش تقلب على اللي يدفع ليك وكون موثوق وكون تيجي وكيخرج ديك الكونترات ولا ديك الفيزا يخرجها ماشي غير كيدفعوا وخليك بالدوارات كتوهم بالله راك دافع وتراك ما دافع ما تشي حال يبقى يكذب عليك. المهم الاخوان الحكومة الايطالية طالبة 70,000 ديال اليد العاملة اللي دخلوا عندها هنا الايطالية باش يخدموا عندهم خصاص فاسيد البناء وفاسيد السياحة والفندقة وفي الفلاحة بطبيعة الحال. المهم الاخوان القانون راه غادي يكون ان شاء الله في شهر 1 ديال 2023 بقات لي شهر في الاوائل ديالو 15 في شهر 1 ولا 16 ولا 18 ولا 20 المهم ولا 24 الله اعلم شهر جوج يقدر يكون شهر جوج في المهم في هذا الاول ديال 2023 غادي يكون القانون ان شاء الله ديال الكونترادات مع ديال الفيزات. المهم الاخوان الطريقه اللي قلت لكم باش غادي نوريها لكم ان شاء الله باش تقلبوا اللي يدفع لكم كنا واحد الجروب دايرين واحد الجروب الاخوه اللي كانوا خارجين لي من الفيزات ولا كونترادات ديال الخدمه والخوت كانوا تعطوا علينا ديك المواعيد وراك عارفين كنا درنا واحد الجروب باش اللي عنده شي معلومه ما يبخلش على الاخر كل اللي عنده شي معلومه تشاركها مع الاخرين كيفاش كيفاش. المهم الاخوان اللي باغي يقلب على اللي يدفع ليه غيدخل لهاد الجروب هذا نخلي لكم الرابط ديالو هنا في صندوق الوصف نخلي لكم الرابط ديال داك الجروب ديال الواتساب وغادي تدخلوا وغادي تلقاو الدراري اللي خارجين اللي من الكونترادات مع الفيجات واللي عنده تجمل عائلي كاينين بزاف المهم كاينين بزاف غادي تدخلوا وغادي تسولوهم. وكنتمنى من الاخوان اللي عندنا في الجروب اللي كيعرف شي واحد كيدفع وهذا يساعد خوتو اخرين اللي يلاه بغى يدفعوا واللي يلاه بغى يجي مشاكل ويحسنوا وضعيتهم ويحسنوا وضعيه ديال والديهم والله يسر الجميع وما نبخلوش عليهم الخوت نساعدهم على قدر المستطاع داكشي اللي يمكن لينا نديروه. المهم سولك شي واحد وكنتي عارف ولا كان من العائله ديالك عطيه النمره ديالو وتواصل معاه الله يسر الامور للجميع الله يسر الامور للجميع. المهم الخوت راه غادي يكون القانون اللي كنتو فلوسي غادي يكون في هاد الاوائل ديال 2023 في شهر 1 ولا في شهر 2. يلا الاخوان اللي عنده شي سؤال يخليه في تعليق وراه غادي نجاوبو ان شاء الله على السؤال ديالو. كنتمنى الخير للجميع ومع السلامه.